أما الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك بيواصل استعداداته للدور الثاني من دوري السوبر، وده بعد انتهاء الراحة السلبية اللي كان منحها طبعا الجهاز الفني للفريق بعد من نهاية منافسات الدور الأول، واللي حقق فيه الفريق فوز وحيد على مصر للتأمين بنتيجة 80-72، ورفع رصيده لثمان نقاط بيحتل بيها المركز الأخير، وطبعا فوزه على سبورتينج كمان. الفريق كان رجع للتدريبات امبارح بعد انتهاء الراحة السلبية اللي أخدها بعد الفوز على مصر للتأمين. شارك طبعا في التمرين جميع اللاعبين، وكان بيشارك كمان في التدريبات أنس أسامة في التدريبات الجماعية طبعا بشكل كامل، بنتمنى له يعني العودة بتألق بإذن الله في أقرب وقت. أنس أسامة واحد من العناصر اللي فعلا فريق الزمالك مفتقدها بشدة، وإن شاء الله يكون ليه تواجد ابتداء من الجولة القادمة بإذن الله.